بتعداده الذي تغير بنسبة 70%، يواصل عناصر المنتخب الوطني للفوفينان فياد فوداو تحضيراتهم بأعالي تيكجدا تحت إشراف المدرب كمال والناس، وهذا استعدادا للبطولة العالمية التي ستقام منتصف شهر ديسمبر المقبل بدولة كمبوديا. الفريق الوطني يعني فيه عناصر جديدة التحقت بهذا الفريق، هذا فيه اختصاصات يعني تقنية واختصاص منازلة، فيه أبطال العالم اللي سبق لهم ومثل الجزائر أحسن تمثيل، وفيه عناصر اللي لحقت يعني مؤخرا بهذا الفريق هذا، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق ويمثلوا الجزائر أحسن تمثيل في المنافسة القادمة إن شاء الله. أظهروا لنا أن الرياضيين في مستوى جيد، نستطيع المحافظة على اللقب بالمرتبة الثانية، اللقب العالمي، وإن شاء الله نكون على قدر المهمة. هنا تحضير بدني مليح، ورانا مع الخبراء يعني المدربين يعطونا يعني راهم يكملوا فينا يعني في النقائص اللي راهي تخصنا، وإن شاء الله يعني نروحوا نمثلوا الجزائر أحسن تمثيل. بإرادة وعزيمة يكثف عناصر المنتخب تحضيراتهم في أجواء جد حماسية، كلهم إصرار على تمثيل الجزائر عالميا أحسن تمثيل، وهذا بعد احتلالهم المركز الأول إفريقيا في دورة المغرب. رانا نحضروا البطولة العالمية المقامة في كمبوديا إن شاء الله، وكما قالت رانا رغم قساوة الطقس رانا نونترينيو وإن شاء الله نحصلوا على المراتب الأولى. علم أنه البطولة العالم فائتة تحصلنا على المرتبة الثانية، وإن شاء الله هذا العام تحصلوا على المركز الأول. الجزائر من بين البلدان الرائدة في رياضة الفوفينان فيات فوداو، فالقائمون عليها باستراتيجياتهم المحكمة يطمحون لنشر هذه الرياضة عبر ولايات الوطن وحمل الراية الوطنية في مختلف المنافسات الدولية.